مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناة مغريات الملكة والأمير. كل الشكر وكل الحب والتقدير لكم. تعليق نديم ساويرس بشأن ما حدث بأولمبياد باريس ولوحة العشاء الأخير. رد نجيب ساويرس على ما حدث حفل افتتاح أولمبياد فرنسا. سأل أحد المتابعين نجيب ساويرس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ما رأيك في حفل افتتاح أولمبياد فرنسا 2024 والقصة التي تم عرضها؟ قال المهندس نجيب ساويرس بإنزعاج: إنها تصرفات ساقطة وسطحية وتجديف وقلة إحساس. شهد حفل افتتاح أولمبياد باريس انتقادات واسعة على مستوى العالم بسبب سوء التنظيم والأخطاء، كما أثار عرض فقرة معينة غضبا في فرنسا وخارجها، حيث تم استخدام لوحة العشاء الأخير ليوناردو دافنشي بالعرض، مما أثار حفيظة جزء من اليمين الفرنسي بسبب الإشارات إلى مجتمع الميم. ما هذا؟ وظهر في العرض راقصون يمثلون مجتمع المتحولين جنسيا، مما أثار حالة من الجدل والانتقادات لاستخدام هذا الأمر في حدث دولي مثل الألعاب الأولمبية. وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 في بيان CNN بالعربية أنه لم يكن هناك نية لإظهار عدم الاحترام أو تجاه أي جماعة أو معتقد ديني، بل كان الهدف من كل لوحة في حفل الافتتاح الأولمبياد الاحتفاء بالمجتمع والتسامح. يا كذابين يا سفلة يا منحطين. وتعتبر لوحة العشاء الأخير للفنان ليوناردو دافنشي من أشهر الأعمال الفنية التي قام بها، حيث رسم فيها السيد المسيح مع عدد من تلاميذه. كانت هذه اللوحة محط اهتمام تاريخي وديني كبير، وتظهر مواهب دافنشي العديدة كفنان وكاتب وعالم تشريح، مما منحه لقب العالم الموسوعي. يا له من الألم والأسف، يا له من الألم. ورد الأزهر على هذه الإساءة للسيد المسيح. ماذا كان رد الأزهر؟ رد الإساءة على السيد المسيح. أدان الأزهر الشريف بشدة مشاهد الإساءة للسيد المسيح عليه السلام التي ظهرت في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وأكد الأزهر في بيانه له أن الإساءة إلى السيد المسيح أو إلى أي نبي من إخوانه تعتبر تصرفا وهمجيا طائشا، محذرا من خطورة استغلال المناسبات العالمية لتطبيع الإساءة للأديان وترويج الشذوذ الجنسي. وأضاف الأزهر أن هذه التصرفات غير المسؤولة تسهم في نشر الكراهية والانقسام بين الشعوب والأديان، داعيا إلى احترام رموز الأديان بيننا وبين بعضنا والمحافظة على قيم التسامح والاحترام المتبادل في مثل هذه الأحداث العالمية التي من المفترض أن تكون منصة لتعزيز السلام والوحدة بين مختلف الثقافات. أضاف الأزهر في بيانه: يرفض الأزهر الشريف بشكل قاطع أي محاولات للمساس بأي نبي من أنبياء الله، فالأنبياء والرسل هم صفوة أو صفوة خلق الله الذين اجتباهم وفضلهم لحمل رسالة الخير للعالمين. ويؤمن الأزهر ومن خلفه نحو ملياري مسلم بأن السيد المسيح هو رسول الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، وقد سماه الله بالقرآن وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويعتبر من أولي العزم من الرسل. ويعتبر المسلمون أن الإساءة للسيد المسيح أو إلى أي نبي أو إلى أي تلميذ من إخوانه عليهم السلام تعد عارا على مرتكبيها ومن يقبلون بها. وحذر الأزهر من خطورة استغلال المناسبات العالمية لتطبيع الإساءة للأديان وترويج الأمراض المجتمعية الهدامة مثل الشذوذ والتحول الجنسي، داعيا إلى الاتحاد لمواجهة هذا التيار المنحرف الذي يسعى لإقصاء الدين وتأليه الشهوات الجنسية الهابطة التي تنشر الأمراض الصحية والأخلاقية وتفرض نمط حياة ينافي الفطرة. وكانت مشاهد وافتتاح الدورة الألعاب الأولمبية في باريس قد أثارت غضبا عالميا، خاصة بعد ظهور مجموعة من الفنانين المتحولين جنسيا في عرض فيديو يجسدون فيه شخصيات من لوحة العشاء الرباني للفنان ليوناردو دافنشي، مما دفع بعض الشخصيات السياسية والدينية للتعبير عن استيائهم. واعتبر عضو البرلمان الأوروبي ماريو مارشال
أن هذا العرض لا يمثل فرنسا بل أقلية يسارية تسعى للاستفزاز. يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا، وربنا يجعل الخير دايما في مصر الكريم. مساء الخير احبائي واعزائي مع قناه مجرات الملكه والامير، كل الشكر وكل الحب والتقدير لكم. تعليق نجيب ساويرس بشان ما حدث باولمبياد باريس ولوحه العشاء الاخير. رد نجيب ساويرس على ما حدث حفل افتتاح اولمبياد فرنسا، سال احد المتابعين نجيب ساويرس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: ما رايك في حفل افتتاح اولمبياد فرنسا 2024 والقصه التي تم عرضها؟ قال المهندس نجيب ساويرس بانزعاج: انها تصرفات ساقطه وسطحيه وتجديف وقلة إحساس. شهد حفل افتتاح أولمبياد باريس انتقادات واسعة على مستوى العالم بسبب سوء التنظيم والأخطاء، كما أثار عرض فقرة معينة غضبا في فرنسا وخارجها، حيث تم استخدام لوحة العشاء الأخير ليوناردو دافنشي بالعرض، مما أثار حفيظة جزء من اليمين الفرنسي بسبب الإشارات إلى مجتمع الميم. ما هذا؟ وظهر في العرض راقصون يمثلون مجتمع المتحولين جنسيا، مما أثار حالة من الجدل والانتقادات لاستخدام هذا الأمر في حدث دولي مثل الألعاب الأولمبية. وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 في بيان CNN بالعربية أنه لم يكن هناك نية لإظهار عدم الاحترام أو تجاه أي جماعة أو معتقد ديني، بل كان الهدف من كل لوحة في حفل الافتتاح الأولمبياد الاحتفاء بالمجتمع والتسامح. يا كذابين يا سفلاء يا منحطين. وتعتبر لوحة العشاء الأخير للفنان ليوناردو دافنشي من أشهر الأعمال الفنية التي قام بها، حيث رسم فيها السيد المسيح مع عدد من تلاميذه. كانت هذه اللوحة محط اهتمام تاريخي وديني كبير، وتظهر مواهب دافنشي العديدة كفنان وكاتب وعالم تشريح، مما منحه لقب العالم الموسوعي. يا له من الألم والأسف، يا له من الألم ورد الأزهر على هذه الإساءة للسيد المسيح. ماذا كان رد الأزهر؟ رد الإساءة على السيد المسيح: أدان الأزهر الشريف بشدة مشاهد الإساءة للسيد المسيح عليه السلام التي ظهرت في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وأكد الأزهر في بيانه له أن الإساءة إلى السيد المسيح أو إلى أي نبي من إخوانه تعتبر تصرفا وهمجيا طائشا، محذرا من خطورة استغلال المناسبات العالمية لتطبيع الإساءة للأديان وترويج الشذوذ الجنسي. وأضاف الأزهر أن هذه التصرفات غير المسؤولة تسهم في نشر الكراهية والانقسام بين الشعوب والأديان، داعيا إلى احترام رموز الأديان بيننا وبين بعضنا والمحافظة على قيم التسامح والاحترام المتبادل في مثل هذه الأحداث العالمية التي من المفترض أن تكون منصة لتعزيز السلام والوحدة بين مختلف الثقافات. أضاف الأزهر في بيانه: يرفض الأزهر الشريف بشكل قاطع أي محاولات للمساس بأي نبي من أنبياء الله، فالأنبياء والرسل هم صفوة أو صفوة خلق الله الذين اجتباهم وفضلهم لحمل رسالة الخير للعالمين. ويؤمن الأزهر ومن خلفه نحو ملياري مسلم بأن السيد المسيح هو رسول الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، وقد سماه الله بالقرآن وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويعتبر من أولي العزم من الرسل. ويعتبر المسلمون أن الإساءة للسيد المسيح أو إلى أي نبي أو إلى أي تلميذ من إخوانه عليهم السلام تعد عارا على مرتكبيها ومن يقبلون بها. وحذر الأزهر من خطورة استغلال المناسبات العالمية لتطبيع الإساءة للأديان وترويج الأمراض المجتمعية الهدامة مثل الشذوذ والتحول الجنسي، داعيا إلى الاتحاد لمواجهة هذا الطيار المنحرف الذي يسعى لإقصاء الدين وتأليه الشهوات الجنسية الهابطة التي تنشر الأمراض الصحية والأخلاقية وتفرض نمط حياة ينافي الفطرة. وكانت مشاهد وافتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس قد أثارت غضبا عالميا، خاصة بعد ظهور مجموعة من الفنانين المتحولين جنسيا
في عرض فيديو يجسدون فيه شخصيات من لوحة العشاء الرباني للفنان ليوناردو دافنشي، مما دفع بعض الشخصيات السياسية والدينية للتعبير عن استيائهم. واعتبر عضو البرلمان الأوروبي ماريو مارشال أن هذا العرض لا يمثل فرنسا بل أقلية يسارية تسعى للاستفزاز. يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا، وربنا يجعل الخير دايما في مصر الكريمة.